ليكن في علمي ساكنة زايو أن اليوم كان مقرر أن دار واحد الرباط اللي هو عبارة عن قراءة كتاب الله عز وجل في بيت الله سبحانه وتعالى. من بعد صلاة المغرب مباشرة كنتفاجئوا، من بعد سلام الإمام مباشرة كيطفيو علينا الضوء، من بعد اطفاو الضوء دخلت السلطة لإخراج المؤمنين من بيوت الله. اش كيديروا؟ كيقراوا القرآن ويذكروا الله. الدرجة اللي وصلنا ليها الحباب الكرام باش تعرفوا الخطورة ديال التطبيع مع اليهود، أن يخرج المؤمنون من بيوت الله عز وجل، ما يتحرموا من قراءة كتاب الله عز وجل ومن ذكر الله سبحانه وتعالى في بلاد كتسمى بلاد المسلمين. عار عار الأم دخل بيوت الله عز وجل وحاصر وبلع الأبواب وطفى الضوء نهائيا ظلمة وما تفتح بيت الله عز وجل حتى الأذى تقريبا. إذا الحمد الكرام هذا الأمر هذا غير مقبول، هذا الأمر هذا غادي يستنفر السكينة زيه كلهم على بيوت الله عز وجل. هذا خط أحمر تاع بيوت الله سبحانه وتعالى، غادي يستنفروا كل من في الأرض من أجل بيوت الله عز وجل. ما راحش إسرائيل، احنا بلاد مغرب الارض ديالنا الوطن ديالنا، ما يجوش الصهاينه يجروا علينا بيوت الله سبحانه وتعالى. اذن هذا واحد الانذار كنوجهوه اصحاب القرار يتقوا الله عز وجل بيوت الله سبحانه وتعالى. هذه كلمه اخيره كنقولوها وكنبلغوها وبلغوها اصحاب القرار، والا غادي نوصل شي درجه اللي لا ترضي احدا، والشاهد على ذلك 2002 كعرفوا السكينه الزايو واش ثبت فيه السلطه ملي دخلت بالقوه بلعت الناس باش يخرجوا بيوت الله عز وجل يرجعوا للتاريخ ويعرفوا اش وقع في زايو. اذا احباب الكرام نطلب الله سبحانه وتعالى باش ما تكررش هذا الامر هذا. بيوت الله سبحانه وتعالى للمؤمنين يجلسوا يذكروا الله عز وجل. اش غادي يوقع بيت الله سبحانه وتعالى؟ اش غادي يدار؟ قرا قران، ذكر الله، اجلس ذكر الله سيدي. جيب هذه القوة كاملة وتقولها بيت الله عز وجل يذكروا الله سبحانه وتعالى. الله يجزيك التوبة. اسمع الاخوة على هذا التوضيح، هذا ما كناش باغيين نديروه، ولكن استفزون هاد الناس هادو، طلبوا الله عز وجل، حسبنا الله ونعم الوكيل.